والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد على قناه يوسف تي يو تي. واو، بقالي كتير ما قلتش الجمله ديت في بدايه درس تقيل زي اللي احنا داخلين عليه ده. ان شاء الله كل اللي عليك تعمله هو صلي على النبي وتابع معايا الفيديو. في درس النهارده ان شاء الله هنعمل فيكتور ارت. بقالي كتير ما عملتش درس فيكتور ارت وحبيت انه هيبقى درس مفصل كده، عشان يعني بشوف كومنتات كتير وبشوف رسايل بتاع، بحس ان في كأن مفاهيم خاطئه في الفيكتور ارت. مش مفاهيم، لانه مفيش حاجه مفاهيم قوي يعني، ولكن حاسس ان كاني عايز اقول كلام تاني قلته قبل كده زمان، بس خلاص فات عليه وقت محتاجين نقوله تاني. اوكي، دي الصوره اللي هنشتغل عليها ان شاء الله. هتعوزها هتلاقيها تحت في الديسكريبشن باذن الله. ثانيه واحده، فنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصوره بتاعتي. هحط الاول بس كيرف كده عشان عايز افتحها سنه، عشان بس كل الظلال ما يبقاش في حته كده فيها ايه ظلال سودا كده. بس هنعمل كل حاجه قصادكم عشان اللي اول مره يدخل في المكان ده يبقى فاهم كويس. هاجي هنا من العلامه ديت، العلامه دي اسمها adjustment tools، وهختار منها curves او الانحناءات. هدوس بس هنا دوسه كده وارفع لفوق عشان عايز افتح الصوره سنه، عشان ايه الظلال ما تبقاش في حته كده مظلمه تعمل اسود كده في الظلال. لا، انا عايز الصوره تبقى فاتحه فيها، بس غامق وفاتح. تمام. ومن نفس قائمه الادجستمنت دي هجيب بسم الله الرحمن الرحيم جريدينت ماب. بس قبل ما اجيب الجريدينت ماب ده، الاول هقف على لاير الصوره بس بتاعتي، وهتاكد ان الالوان بتاعتي هنا اهو اللي هنا دي ابيض واسود، اسود فوق ابيض تحت، وهختار من هنا جريدينت ماب. وللناس الجميله اللي بتقعد تقول لي تحت في الكومنتات انت بتتكلم بالانجليزي ليه، المفروض تترجم، انت مش المفروض خالص تفهم اسم كل حاجه انا هدوس عليها. انا مش فاهم تلات ارباع الاسامي اللي انا بدوس عليها، لكن انت تبقى عارف انهي حاجه اللي تدوس عليها. ولو انت الفوتوشوب عندك عربي حضرتك، انا كنت بتفرج على دروس فوتوشوب بالروسي، فانت تبقى ايه، ده مش معناه ان انا بعرف روسي طبعا، ده معناها ان انت شايف ان هنا ده الاختيار اللي قبل الاخير. خش عندك الفوتوشوب وشوف الاختيار اللي قبل الاخير، هتلاقيه هو بالظبط. تمام. هحط الجريدينت ماب دوت فوق الكيربس، ومن نفس القايمه تاني هجيب بقى الاداه الساحره بتاعتنا في الفيكتور ارت. هختار من هنا بوسترايز اللي هي دي. البوسترايز دي عباره عن ايه؟ بص يعني بص انا مش فاهم معناها، بس انا فاهم احساسها. بص يا سيدي، لو جبتها الاخر خالص اللي هي قيمه 2، فانت افهم من كده ان 2 دي عدد الالوان اللي في الصوره. فبص الصوره ما بقاش فيها غير لونين بس، 3 نخليها 3، الصوره بقى فيها 3 الوان ابيض ورمادي واسود. انا بقى عايز اخليها على 4، الصوره كانها اتقسمت لتبقى فيها 4 الوان بس، لكن الصوره في العادي بيبقى فيها مليون لون. طيب واحد يسالني انت ليه عملتها ابيض واسود قبل ما تحط البوسترايز. بص يا سيدي، لما بعمل البوسترايز من يعني وهي على صوره ملونه، انا بقى عندي الوان كتير قوي انا ما بقتش فاهمها. هنا المخدر والرمادي والبرتقاني والكشميري اسمه مش عارف اللون ده اسمه ايه، والابيض لخبطه قوي. فانا بحط الابيض واسود ده تحت البوسترايز، فجاه بقى عندي الوان انا قادر اشوفها قادر افهمها. يا جماعه، الفيكتور ارت اساليب زي الطبخ. الملوخيه بتاعت مامتك مش زي ملوخيه تيتا خالص، واسال كمان عمته على الملوخيه بتاعتها. دي حاجه ثالثه، كل حد بيرسم فيكتور ارت بطريقه، مفيش حد وحش، مفيش حد فنان، مفيش حد بروفيشنال. في حاجات طبعا اوفر مود بتبقى شكلها مش بس بروفيشنال، بتبقى شكلها فظيع، لكن كل واحد ليه اسلوب. انا زمان كنت برسم بان انا بعمل لاين ارت وحدد كل حاجه وبعد كده لون. دلوقتي انا برسم بطريقه تانية خالص، فيلا نشوف ايه هي الطريقه التانية دي. انا دلوقتي ما عندي اول حاجه حبيب قلبي اللون الاسود اللي مالي الصوره ده، انا هرسمه لحد الرقبه بس هنا. اوكي، اجيب بقى اداتي البين تول او اداه القلم، ها، وهختار من هنا بدل باس. باس ديت يعني لما اجي احدد كده هتلاقيها بتحدد على الفاضي ما بتعملش حاجه، بتحدد بس. انا عايز بدل باس عايز اخليها شيب، يعني هنا اتاكد. بص هنا في حاجه اسمها هنا ستروك وهنا حاجه اسمها فيل. ستروك يعني خط بيحدد الشكل اللي انت بتعمله، فهيخلي لي عليها حواليها خط ابيض بيحدده انا مش عايزه، فهدوس هنا على علامه الفاي دي. ومن الكلر هنا هختار لون دلوقتي عموما مش مهم، هغيره بعدين اقدر اغيره في اي وقت. تمام، بس هشيل الغيارات اللي ملهاش لازمه ديت، ودول هحطهم مع بعض في جروب
احط في جروب ازاي عشان الناس بتسأل. بختار اول فايل في يعني اول لاير في الحاجات اللي انا عايز اختارها، وانا دايس على شيفت اروح دايس على اخر واحد، فاللي بينهم هيتم اختياره، وادوس كنترول جي يعني كنترول حرف لام من الكيبورد. اوكي تعالوا نعمل لون بس عشان ما تبقاش صورة ابيض واسود قوي كده، يعني ايه نهدي الدنيا شوية. اوكي يلا. بص يا سيدي، البوسترايز بيقلل لك الالوان اللي في الصورة عشان لما تيجي انت تعمل ظلال تعرف تشوف الظلال فين، لكن الصورة وهي ناعمة بس كده انت مستحيل تحدد الظلال فين الا اذا كنت اندونيسي، لان اندونيسيين احسن ناس بتعمل فيكتور ارت شفتهم بصراحة، او فلبيني مش عارف. لكن دوت بيساعدك، لكن مش معنى ان انت تمشي عليه يعني انت بص، هو عشان انسان فعنده مسام في وشه، فالصورة هتلاقيها مزخرشة كده يعني عاملة فيها تأثير كده، بص عاملة زيك 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 كده مش متساوية. اما حد بيرسم فيكتور ارت بلاقيه عايز يمشي على كل التفاصيل دي، اولا انت بتصعب على نفسك، ثانيا هتطلع النتيجة شكلها مش لطيفة اوي يعني، فاهم؟ فانت عندك الشكل اللي مثلا هنا الحتة الرمادي الغامقة دي، انا لما احب امشي عليها انا مش همشي عليها حتة حتة، انا همشي على الشكل العام بتاعها. لو بص كده اهو كده اهو، اجي كده ونروح عاملين كده، انا كده عملت الحتة العامة. لكن هي مش خريطة ايطاليا، عشان لو فوتت حتة في مدينة هتقع في البحر مني، لا خالص. اوكي هبدأ الاول بالاسود الغامق خالص اللي ظاهر قصادنا ده، شكله حلو كمان عشان شعر، وشعر السمر بيبقى كيرلي كده فبيخليني اعمل كيرفات، وانا بحب اعمل كيرفات قوي. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، الأداة البين تول برضو عشان اللي بيسأل ازاي استخدمها وكده، والناس اللي بتكتب في الكومنتات، أداة البين تول بتك تكة أولى كده بس من غير ما تشيل صباعك من على الماوس، هتشد شدة هتلاقي عصاية بتتمط معاك كده، دي بتساعدك إن أنت تعمل كيرف أو انحناء في الخط اللي أنت بتعمله. فأنت بص بعمل بشد كده عشان أعمل كيرف، ولو مش عايز أعمل كيرف بدوس دوسة واحدة وبعد كده الخط اللي جاي هيبقى مستقيم مني. طب لو انا عايز ادوس دوسه واحده والخط الجاي ميبقاش مستقيم، اديني دوست اهو دوسه واحده هنا، واجي وانا بعمل خط بدل ما اعمل بقى خط مستقيم وانا دايس كده اروح شادد وانا دايس، فهتروح عامله مني كده. اداه البين تول هي اسخف حاجه ممكن حد يشرحها على اليوتيوب، ولكن تكسرت الكومنتات في المنطقه دي. تمام، وهبتدي امشي بقى بايه، باشكال عباسيه كيرفيه شكلها حلو اهو كده اهو، مع الاسود بتاعنا طبعا مش بالظبط مع كل واحده، اللي عايز يعمل كده دي اساليب طبعا، لكن ده اسلوب انا مش بعمل كده، انا بزهق جدا. ولكن طبعا مش معنى ان انت كانك لو عايز تكسل او تستسهل ان انت تغير في ملامح الحد اللي انت بترسم وشه. اوكي تمام، انا عملت هنا كيرف، يعني كنت عامل كيرف بس الخطوه الجايه انا مش عايزها تبقى كيرف، انا عايزها تبقى خط مستقيم، ف ادوس الت وانا دايس الت اروح دايس على اخر نقطة انا عاملها، هتلاقيك بتعرف تعمل خط مستقيم كويس الخطوة الجاية. اوكي اذا انتوا طيبين بمناسبة شهر نوفمبر. الناس اللي بتسألني بتدخل تكتب يعني على دروس الفيكتور اللي انا عاملها، وتقولي هو الفيكتور ارت ده يعني حاجة ممكن اعيش منها، حاجة ممكن يعني تبقى مصدر رزق وكده وبتاع. تمام، حاجة للناس اللي مش فاهمة بص يا سيدي، انت لو بتعمل ايه ممكن يبقى مصدر رزق ليك، انت لو بتنحت على الدوم ده ممكن يبقى مصدر رزق ليك، لو بترسم فيكتور ارت ده هيبقى مصدر رزق ليك، لو بتعمل كوبايات بلاستيك عليها اشكال شكلها كويس بالستان هيبقى شكلها حلو، مهما كان الحاجة اللي انت بتعملها هينفع تكسب منها عيش وتاكل منها عيش ان شاء الله. ازاي ده يعني؟ مش انا دلوقتي بتكلمش على طريقة شغل الفريلانسر ومطلوب مصمم يقدر يشتغل على ان ديزاين فوتوشوب الستريتور افتر افكت بريمير سوني فيجز كل الحاجات في لقطه واحده، ما بتكلمش على الحاجات دي، انا بتكلم على واحد عايز يشتغل الحاجه اللي هو بيحب يعملها او بيعرف يعملها، ماليش دعوه خالص بالمنصات اللي بره دي.
اللي اقصده بقى بالكلام اللي انا بقوله ده ان انت بتعرض اعمالك على السوشيال ميديا، فيسبوك بقى، تويتر، بتاع مش عارف ايه، تعمل حاجة لحد من اصحابك وتديها له ببلاش طبعا، يعني اوكي انت لسه بتبتدي، صاحبك هيحطها عنده على الفيسبوك، صاحبك هيشيرها عنده على اسمها ايه دي، ستيتي على الواتساب، صحابه هيشوفوا مين اللي عامل لك دي يا اسطى، مين اللي عامل لك دي يا جميلة، هتقول لهم فلان او هيقول لهم فلانة، ده يبعت لده، ده يبعت لده، تبتدي بأسعارك القليلة عشان الناس يعني تستسهل فكرتك شوية، او لو عايز تبدأ بسعر عالي براحتك، انت ملك حياتك، اعمل اللي انت عايزه، اللي عاجبه شغلك هيديك اللي هو اللي انت عايزه. ف طبعا ما بقولكش ان انت اول ما هتنزل اول بوست هتبقى راكب مرسيدس، ده مش اللي انا اقصده طبعا، لكن البداية بتبقى عجلة شكلها ممكن يبقى شكلها بطيء شوية، ربنا لسه بيعلمك، انت لسه بتختبر الحاجات، بعد كده ان شاء الله هتعمل كل اللي انت عايزه من الحاجة اللي انت حبيت تعملها دي والناس جت طلبتها منك، لان الناس، احنا الناس، مش عايزين ننسى ان احنا ناس وبنحب نشتري، احنا بنحب نشتري، احنا بنحب نشوف حاجة حلوة وناخدها ونشتريها، فاهم؟ والناس اللي بتسمع كومنتات لما بترسم فيكتور وتسمع الكومنت الظريف بتاع انت مش بترسم، انت كده بتشف، ده مش رسم، ده مش فن، في ناس بتخاف تشتغل على فكرة فيكتور ارت بسبب الكومنتات اللطيفة دي. انا هسألك، ممكن اسألك سؤال انت؟ لا مش اللي بيكتب الكومنت السخيف، لا انت حسبي الله ونعم الوكيل، فيك في رب يعني هيدافع عننا من امثالك، لكن انا عايز اقول لك على حاجه، يا اللي خايف تشتغل بسبب الكومنت ده، الاعمال اللي قصادك دلوقتي دي شكلها حلو ولا لا؟ شكلها حلو صح، ماشي، ده اسمه فيكتور ارت، ده اسمه رسم الفيكتور، ده اسمه الشف، انت مالك يا بني ادم، شف ولا مش شف، ما تخليك في حالك. الله انا بشف يا سيدي، انت مال مالك، انت مالك، انا بشف، انا شفاف يا سيدي، كم انا ترانسبيرنت، خليك في حالك. فده واحد غلول حقود حسبي الله ونعم الوكيل في امثاله، بيرخم عليك عشان شايفك عامل حاجه حلوه وهو مش بيعمل حاجه خالص بصراحه، فطبيعي تبقى، احنا كلنا كده، هو مش مفيش حاجه اسمها هو، احنا كلنا لما بنحس ان شايفين حد قصادنا ناجح في حاجه، في نوعين من الشخصيات، ممكن تغل عليه في نفسك وتسكت، وممكن تروح رايح دببها له في وشه كده انه واللي انت بتعمله ده يعني مفيد في ايه على فكرة يعني، يا ما سمعنا الكومنتات دي، الله ولسه عايشين الحمد لله. خلينا نشوف انت هتبقى فين واللي كاتب الكومنت هيبقى فين، ما اصل انت لو ما وقفتش قصاد الكومنت الوحش اللي اتقالك ده يبقى انت بصراحة مش قد الرحلة دي. اللي عايز يعمل حاجة بيحبها هيلاقي حد بيقول له انت عبيط جدا، ايه الهبل ده، فلو انت وقعت وخلاص سمعت الكلام وحبيت تبقى شبههم كلهم يبقى خلاص، يبقى شكرا ليك، مش محتاجينك، انت مجرد نسخة شبه ناس كتير قوي موجودة قاعدة برا، تاكل وتشرب تتجوز وتنام وتموت. انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات فيها كلام على فكرة، ف انا محوش شويه كلام حلوين يعني. بعدين ما سليك طول السكه احنا عمالين نرسم في شعر الكابتن تشادويك، مش كنا نرسم فين ديزل، فهمت الافيه؟ اوكي بس برضه مش هنكر الفيكتور، ممكن تحسه ممل بقى وتعبت وزهقت ويا امتى الاجازه تيجي وكده، بس لما بترجع ورا كده وتشوف النتيجه بصراحه بيبقى شكلها حلو، هترسم فيكتور وتلاقيه مش شبه اللي انا رسمه، تحس ان انت متضايق وتزعل كده وتقول انا عمري ما هبقى كويس ابدا، انا بقالي 3 ايام برسم، بقالي 3 شهور برسم، لا على فكرة رسمتك اللي دلوقتي احلى من رسمة الثلاث شهور فاتوا على فكرة، انت لا تقسو على نفسك، ولكن انا، انت طالما انت داخل على الفيديو ده يبقى انت لسه بتتعلم الفيكتور ارت، طيب وانا طالما بعمل الفيديو ده يبقى انا بقالي فترة برسم فيكتور ارت، يبقى معنى كده ان يفرق بيني وبينك حاجه اسمها الوقت، انا برسم بقالي فتره فده معناه ان انا حصل اكيد تقدم، لكن انت لسه بتبتدي فانت عايز توصل لدرجه حد بدا من قبلك بوقت، ما هو طبيعي لو انا دخلت عملت طبخه
قبلك بساعة أكيد هخلصها قبلك بساعة. واضح إنها جعان، إيه الأمثلة كلها مطابخ دي فين؟ بعدين بسليك طول السكة أنا غلطان. بعدين أنا لسه عندي رأيي فكرة فين ديزل على فكرة. تمام نرجع ورا نعمل خلفية كده عشان نشوف التلوين بتاعنا. ياتي ماتا ما شاء الله شكلها حلو. نحط لها بقى ايه لون كده. ثانية واحدة اخش اجيب لون. تمام نروح نجيب هنا لون في الغوامق هنا كده. يلا نرسم تاني حاجة سوداء قصادنا الحاجب. اتمنى انك كنت بتتفرج مش بس بتسمع كلامي يعني عشان تشوف يعني ازاي بنرسم. انا مش بمشي مع كل تفصيلة ولكن بمشي على الشكل العام اللي عملهولي البوسترايز دوت او يعني افكت البوسترايز اللي بيسهل لي الرسم. كده عملنا حاجب. بص الحاجب عبارة عن شعر، فممكن بدل ما انت وانت ماشي كده اللي هتوصل اخر نقطة باخر اول نقطة كده عادي، لا ممكن تعدي من فوقها كده تعمل واحدة بعدها بسنة وبعد كده تروح راجع للنقطة الأخيرة، فاهم؟ لو جيت تعمل النقطة الأخيرة لقيتها عملت لك الشكل المعوج ده كده، لا وانت دايس الت دوس على اخر نقطة فعشان تديك شكل شعر كده، فاهم؟ افكت شعر كده شكله حلو. هنا في وحدات فوق ده بتدي افكت حلو برضه، ممكن تعمل كده اهو. اختار بس ان العلامه ديت عشان كل اعمله يحصل في نفس اللاير. بص كده اهو، فدي تعمل شعر فوقيها كده بتدي رياليزم كده شويه، بتدي شكل حلو. شعرها هنا شعرها هنا، خد وقتك يعني. ولما حد يقول لك اعمل لي رسمه ما تبقاش يعني ايه، لو انت بتعرف تشتغل بسرعه يعني قول له ميعاد سريع مفيش مشكله، لكن ما تديش نفسك ميعاد اضيق من اللي انت بتعرف تعمل فيه الصوره. نعم الحاجب ده هنا عشان متاخد في الظل شكله كانه مفيهوش اي شعر خالص، بس انا هنزل نازله كده واروح دايس دوسه فوق تاني وارجع وادي انا شويه افكت كانه في هيري هير كده شويه. ندي احساس ان في شعر طالما مش شايفين قصادنا شعر. وكل ما ترسم كل ما الموضوع يبقى سهل في ايدك اكتر وتبقى متمرس منه اكتر واكتر باذن الله. انا ممكن اخلصها بدري بدري هنا كده لان برضو كل ده مش حاجب اساسا، ده مجرد اف يعني ايه ظل مع حاجب. فانا ممكن اقعد ارجع لورا كده بانحناءات. تمام شكل جميل. بس حركة الشعر اللي احنا عملناها دي ادت شكل حلو مع انها بسيطة اوي يعني، بس بتدي في الاخر لما تبصلها من بعيد كده شكل حلو. تمام لو عايز تعدل على شكل انت رسمته تجيب اداة السهم الابيض دي وتروحها كده ايه تشد شدة كده عشان تشوف النقط، تمسك النقطة دي وت ايه يعني تسحب سحبة على النقطة اللي انت عايز تحركها كده وتحركها زي ما انت عايز. تمام تمام هاجي هنا بقى ايه اخد لي شوية سحابات العيون دي شكلها حلو اوي. ومع فرجتك على دروس كتير هتلاقي نفسك عرفت اختصارات عرفت افكار وبتاع. لازم تشوف افكار يعني لازم تشوف دروس وتطبق على الدروس اللي انت بتشوفها. دي نصيحة قديمة كانت مكتوبة على ظهر هرم الهرم الرابع. تمام عطشت ثانية let's continue. وابقى سايف بي اس دي وانت بتشتغل for God's sake.
ما بص انا بشتغل مش عايز كل ما ارسم حته تبقى فلاير لوحدها، انا عايز يبقى حاجات العين مع بعضها فلاير واحد، فاجي من هنا اختار كومباين شيب، يعني ادمج الشيبس مع بعض فلاير واحد كده تشتغل. That's what I'm talking about. اوكي هنا ادي رمش كده، رمش تاني. ننزل هنا كده، تعمل كيرفك كده وتروح وانت دايس الت دايس على اخر نقطة عشان تعمل الكيرف التاني براحتك خالص، ما يبقاش في حد معاك من عليك. وديني احلى بلاك لينس في الدنيا. انا متشوق اعرف يعني ايه فيلم بلاك بانسر 2 من غير بلاك بانسر، مش فاهم حاجة خالص. فيجوال افكتس اوكي، بس للدرجة دي؟ لدرجة انت تعمل فيلم بحاله البطل بتاعك مش موجود فيه؟ بول ووكر مكنش هو الاساس في فاست اند فيوريوس 6 ولا 7؟ انهي جزء اللي مكنش فيه طالع فيه؟ 7 مكنش هو الاساس. لكن تخيل انت عامل فيلم من غير ديزل نفسه، عارف ان ديزل سهل. ورجعنا لكم تاني بعد العين اليمين ما خلصت، اللي هي عين يمين بالنسبة لنا يعني، طلعت ان هو الشمال. اوكي تمام، نجيب بقى دلوقتي حاجة تانية لونها اسود اوي. وش عنا؟ تعالى بالمناخير هنا وبرضو تكة واسحب كده. اوكي اعمل النقطة دي. يعني انا الحاجة اللي انا بحب اعملها في الفيكتورات بتاعتي الكيرفات، يعني اقعد اكيرف كده رايح جاي وش وش وكده كده، اسد كده نعمل كده. ومش بس كيرفات يعني، ليه كمان حركه اللي هو ايه، ادوس على اخر نقطه وانا دايس الت كده، بعد كده اروح راجع حته واروح ايه مكمل، بتدي شكل يعني ايه لكنه حاجه حلوه. زي ما انت شايف انا بمشي على الحاجات اللي لونها اسود صافي خالص، دي احنا عملناها خليناها كحلي يعني، بس انا سودة يعني. عاجبك شكل الفيكتور دوت وعايز نعمل لك فيكتور زيه، ادخل كلمني على انستجرام @yusuftut، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن ان شاء الله. زائد ان كل تصميماتي بتنزل على الانستجرام، فانت لو مش متابعني على الانستجرام انا مش مصدق نفسي بصراحة. Go and follow me now. انت عايز هتستغرب. تمام، وانا بشتغل كده الاضاءة قصدي يعني الشكل اللي انا برسمه ممكن يغطي عليا، طب انا عايز اشوف من تحتيه. What should I do؟ تيجي من هنا وتروح مقلل الاوباسيتي دي شويه. اوباسيتي دي يعني نسبه الظهور، شفافيه بتاع، فانت ممكن تقللها كده. بس انا كل شويه هقعد وانا شغال اجي هنا اقعد اقلل القيمه وازودها، لا ممكن الارقام اللي فوق الحروف في الكيبورد اللي هي بالعرض دي تروح دايس مثلا على رقم 4 القيمه هتبقى 40%. اوكي مش محتاج تشكرني، لا لا اوكي لو عايز تشكرني مش مشكله. بفكرك تصميماتي كلها بتنزل على انستغرام @yusuftut. اوكي انا اصلا بقالي كتير ما عملتش فيكتور اصلا، لكن الدرس ده هو اللي خلاني نرجع تاني للفيكتور ارت. ده انا بقى ايه مجال العمل الحر يعني، خليك حر معاها، ادي شكل جميل فاهم، يعني اهو اعمل كرفاتك براحتك، مش هقعد امشي انا مع كل واحده من دول. يا انا فيكتورياتي القديمة كان لما باجي اشوفها دلوقتي بلاقي ان ايه ده ازاي كده فعلا، ان just keep what you're doing، يعني ايه خليك كده استمر في ان انت تعمل تاني وتعمل تالت.
يطلع لك واحد بتاع النقد الغريب الاطوار دوت، ابوس ايدك، سيبك منه وكمل. يعني والله العظيم انت لو كملت هتبقى احسن بكتير من اي حاجه انت عليها دلوقتي. من سار على الدرب وصل، دي مش مجرد جملة مكتوبة على سور المدرسة، دي بجد، دي سنة حياة، إن اللي هيمشي ربنا هيوصل. هو ربنا شايفك عمال تمشي، هو ربنا يعني أنت عمال تسعى وعمال تحاول، طبعا هيوصلك. لأن على فكرة ربنا هو اللي هداك إن أنت تسعى، أنت مش قرار منك، هو اللي خلاك، اللي بعث فيك الإحساس ده، هو اللي زرع فيك الإحساس ده إن أنت عايز تتعلم حاجة، أو عايز تبدأ في شغل، أو عايز تبدأ في أي حاجة، وهو اللي وفقك إن أنت توصل للمرحلة اللي أنت فيها دلوقتي دي. يبقى معنى كده إن هو عايز يوصلك. ما تقولش ربنا كده، يبقى كده ربنا مش راضي أنا همشي. طالما أنت بتعمل حاجة ما تغضبوش، وفي نفس الوقت هو اللي بدأ لك الأسباب أصلا اللي تاخد بيها وتمشي في السكة دي. صلي على النبي، لأن أنت ممكن تكون بتشوف الدرس ده يوم الجمعة أو ليلة جمعة، ممكن تكون دلوقتي سنة 2024 وبتشوف الفيديو ده وتقول لي ياه أنا جاي لك من 2024. لو أنت جاي من 2024 يا ريت تقول لي، وبتاع 2021 دلوقتي اللي بيسمع ما يهزرش ويقول لي أنا جاي لك من 24 ويحط وش بيضحك، أنا عارف إن أنت جاي من هنا. أو ماي جاش، ده أنا مختفية. أوكي ممكن نشوفها في الصورة الحقيقية ونمشي عليها. بعدين يكتب لك كومنت وحش اعمل له بلوك، ولو هو صاحبك اعمل له بلوك في الحقيقة. يعني صاحب ايه يا اخويا دوت اللي بيقول لي كلام وحش ده؟ ايه ده؟ عرض فين ديزل لسه ساري على فكرة، الاسود، الخط الاسود طالع معانا لحد فوق هنا، كمان عامل لنا غمازة هنا، مش عارف دي ايه، دي غمازة متهيألي، هاخدها. احيانا تحس انت مش فاهم ايه الشكل اللي انت داخل ترسمه اصلا، بس لما بتبعد بالزوم كده تلاقي نفسك فهمت ايه اللي بيحصل. تحياتي للي بيتفرج عليا من دول عربية مختلفة، وتحياتي للمصريين اللي بيشوفوني من دول أجنبية قاعدين هناك. يعني حابب اقول لك لو انت قاعد في دولة أجنبية بتتفرج عليا، يا ريت تصور التليفون بتاعك هو عليه القناة بتاعتي ووراها معلم مهم من المعالم المهمة اللي في الدول المهمة، من الدول اللي فيها معالم مهمة يعني. ولو انت في السعوديه ممكن تصور لي حاجه من السعوديه، ولو انت في الجزائر تصور لي القناه بتاعتي في حاجه من الجزائر وتبعت لي الصور ديت على انستغرام. اوكي انا كده، انا ما حدش عمل الحركه دي الا مره تقريبا. انا عايز اشوف البروفايل بتاعي في حته كده. في ناس بتشوفني من لندن، اعمل لي اركوك تصور لي البروفايل بتاعي مع حاجه من لندن، حتى لو الاتوبيس الاحمر. اوكي لحد ما اروح ان شاء الله بقى بصور انا الموضوع ده. كبيش، والحمد لله وصلنا شرم الشيخ. الحمد لله. يلا نبص عليهم بقى كده من بعيد. جيب ولد، طبعا هتحس ان شكلها غريب، لكن احنا عاملين انجاز حلو حاليا بصراحه. و ما الخطوة التالية يا فتى بعد أن أنجزنا هذا الإنجاز اللي باللون الأسود العظيم؟ بص يا سيدي، بص احنا لسه مخلصناش كل حاجة باللون الأسود، يعني مثلا الحتة دي لسه متعملتش. ويك 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 ويك، أفكرك كل حاجتي بتنزل على الانستجرام، يعني التلميح بدأ يزيد عن حده وبدأ يبقى تصريح بدون داعي. يعني أنت لحد دلوقتي معملتش فول، قول له ليه يعني؟ معندكش انستجرام، خش اعمل حساب على الانستجرام بلاش يعني. هو أصلا وعايز تحمل خلفيات الموبايل بتاعتي انا هتلاقيها على تويتر، ما عندكش تويتر اعمل حساب على تويتر برضو عادي يعني. هنا نعمل شوية الشعيرات دي زي ما قلنا بيبقى شكلها جميل. تمام شعيرات، ما يعني انا مش هافور في العدد، لكن ايه نحط لنا واحدتين هنا كده بتاع. هنا كده م- م-
تقطعش لحظة لوحدها عشان ما تبقاش تايهة كافز. ورجعنا لكم تاني بعد البريك. بالنسبة لك انت فيش وقت عدى اصلا؟ بالنسبة لنا عدى وقت، عدى وقت كتير. تمام، حطيت كل الاسود اللي احنا رسمناه دوت في جروب. طبعا انت بقيت عارف ازاي تحط في جروب دلوقتي. تختار اول واحد وانت ده شيفت، تختار اخر حاجه، دوس كنترول جي من على الكيبورد. اوكي، دلوقتي بقى هنرسم الطبقه الثانيه اللي هي انهي واحد يقول لي انهي اللي هقول له اللي هي دي. شايف انت؟ بص، في هنا ابيض وفي هنا رمادي فاتح، ده هنا ده، وفي الرمادي الغامق ده، فده اللي احنا هنرسمه دلوقتي. ركز معايا، نجيب الأداة وبسم الله. برضو نفس الأسلوب، هو هو كيرفاتو كيرفاتو. تمام، هنتكلم دلوقتي عن اختيار الألوان إن شاء الله. بس ايه، نخرج من الحالة الزونة اللي احنا فيها دي. احنا مش عايزين ننسى برضو ان الحتة اللي احنا بنرسمها دي هي دقن، يعني دقن على مسام يعني، فاهم؟ فانت لما تديها كده زخرفة كتير كده هتساعد في ان هي تديك الايحاء بالدقنية. في ناس كتير عرفت القناة اصلا في الفترة اللي انا بعمل فيها دروس من غير صوت، بس عرفتني بقى من الدروس القديمة بقى كده. هنا الغامق دوت موجود هنا كمان عند الشفايف. انت قاعد، انت طبعا بتسمع الفيديو مهما كان مدته قد ايه، بس برضه قصير. وحاطط لك انا مزيكا، شايف انا بعملك حلو ازاي؟ انا بالنسبه لي انا هنا مفيش مزيكا زي ما انت شايف، مش زي ما انت حاسس يعني. انت مشاهد محترم داخل كده، عامل جوده، انت عامل جوده على كام؟ بالنسبه لحكايه ازاي تقدر سعر الحاجه اللي انت بتعملها وكده، ده انت الوحيد اللي تقدر تقول يعني. لو انت بتشتغل اصلا في المجال نفسه، فانت هتبقى عارف طريقه التسعير، الناس بتتكلم في كام، على حسب العميل برضو، فاهم؟ لكن انت احسن واحد تعرف ازاي تقدر انت بتاخد قد ايه، بتتعبك مش بتتعبك، مش عارف ايه يعني. اوكي، مفيش حاجه مش بتتعب يعني، بس اقصد انه ده وقت، اسمه وقت ومجهود وبتاع مش عارف ايه. تمام، زوم 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 زوم. او ماي جاش. تمام، هي هنا اهي. كنت تعرفني من امتى؟ كل ما اسالك سؤال كده، احنا قاعدين مع بعض شكلنا قاعدين فتره طويله ان شاء الله، فربنا يتم بخير يعني وينزل الفيديو ده على خير. فاكتب لي انت عارف القناه بتاعتي من امتى، لقيت الفيديو ده ازاي، كنت بتسيرش على اليوتيوب على تعليم فيكتور ارت ها ولا ايه؟ ايه رايكم في صوره البروفايل الجديده؟ عجباني بصراحه. It's the Muppet Show. تمام، ممكن بقى ايه اتحايل على البرنامج واروح عليه بقى، نيجي بقى يلا من هنا عشان انا عايز اشوف شكلها ايه بعد كل اللي احنا بنعمله ده. انا عمال كاني ببني عمياني، انا مش شايف حاجه لسه. انا اسف بقى للناس لو مبقتش شايفه العلامات دلوقتي، بس ايه يعني هنعمل ايه، ما مفيش، الدنيا ضلمه قوي في البرنامج دلوقتي بسبب التكستشر كتير قوي. في الحته ديت هي عامله نقط كتير كده، عامله زي لبس الجيش كده. طبعا مش همشي على كل ده، فانا بعمل يعني ايه تاثيري انا الخاص، هتشوفه بعد ما يخلص، اللي هو بموج رايح جاي. المهم انه ما هو معنى ايه ان في كانه نقط موجود فيها فاتح ونقط موجود فيها غامق، يعني كانها النسبه متساويه من حته وحته لا. فانا هقعد اعمل كده ايه زخرفه، ففي الاخر لما تشوفها من بعيد هتلاقي انه ايه زخرفه، حته واسعه غامقه وحته واسعه فاتحه. ابتديت احس ان انا بشرح زي الفنان مدحت شلبي. يا بروح يا انحرف.
يلا بقى ايه نختار اللون المناسب لهذه الحفلة. بص يا سيدي انا هختار، بص هجيب نفس اللون هو هو. انا بص انا ازاي بغير لون فعلا ما قلتلكش ازاي بغير لون الحاجة اللي انا راسمها. اما بترسم شيب كده، بص الشكل اللاير العادي اللي هو في اي حاجة، مش شيب يعني، في لاير فاضي كده في حاجة، بيبقى مجرد مربع. انما لاير الشيب بيبقى عبارة عن مربع اللي ده يعني ايه صورة اللاير نفسه جنبها مربع صغير كده. اما تدوس على الصورة دبل كليك كده دوستين، هتلاقيه بيطلع لك اختيار الوان. فبص تقدر تغير لون اي حاجة بعد ما ترسمها اهو. اوكي، فانا دلوقتي بقى عايز اغير لون الحتة الجديدة اللي احنا رسمناها دي، فهختار نفس اللون بس هجيب منه نسخة افتح. بس نسخة افتح يعني في طريقة كده يعني ايه ربنا عملها لنا، مش بس ان انا اروح رايح جايب نسخة فاتحة من فوق اللي هو اعمل كده. اوكي مفيش مشكلة، على حسب الاسلوب اللي انت بترسم بيه، لكن الطريقة كأنها شكلها كويس ان انت هتروح. بص يا سيدي تيجي من هنا بتدي شكل كويس، لكن مش هي افضل يعني حاجة. تيجي من هنا بص اتش اس بي بي ديت معناها البرايتنس او اضاءة اللون ده، فانا عايزه يبقى مضيء، انا عايز افتح سن فهرفعه فوق كده سن. تمام، سن بسيط. سات اس يعني ساتوريشن، يعني اللون ده مشبع قوي يعني ولا لا قوي يعني. بص اخر حاجة خالص هي رمادي، واعلى حاجة هي احمر غامق قوي. فالساتوريشن اما بنحب نفتح نقلله سن، فانا هقلله سنة بسيطة كده. والهيو بقى الاتش دي يعني هيو، او يعني اللون نفسه انت عايز يبقى لون ايه. فاللون لما بيفتح من الاحمر هيفتح يروح للاصفر، فاحنا مش عايزينها احمر قوي يعني فاهم، بس مش عايزينها اصفر زي ما بقول يعني. هنطلعها ناحية برتقاني سنة بسيطة يعني، لو هي احمر تحت خالص كده احنا هنطلعها ناحية البرتقاني سنة كده، بس مش قوي عشان ما نفقدش خصائص اللون الاحمر، سنة بسيطة. تمام، بقى عندنا تفصيلة جديدة. خدت بريك تاني معلش. بعد ما عملنا اللي هي درجة الغامق اللي هي يعني درجة الرمادي الغامق دي، بص يا سيدي من ضمن حتت الرمادي الغامق اللي احنا عملناها هي الحتة دي، انظروني على التحديد الغبي ده. في وسط بقى الحتة الغامقة دي في حتة فاتحة اهي هنا اهو الحتة دي. فا اوكي في طريقتين ممكن تعمل بيهم كده، تعمل بيهم الحتتين الفاتحين دول. ما هو معنى كده ان الحته ديت ما فيهاش رمادي غامق، بس احنا واحنا راسمين فيها رمادي غامق. ففي طريقتين، يا اما ترسم فوقيها بالرمادي الفاتح، او ان انت تمسح حته من اللي هو الشيب بتاعك اللي هو اللي احنا عاملينه دلوقتي ده. ازاي نعمل كده؟ بص يا سيدي بجيب اداه اللي هي السهم الابيض او الاسود دي، وادوس كده دوس على الشكل اللي انا عايز ارسم عايز اعمله يعني، واختار من هنا. وانا جايب بقى اداة البين تول تاني، اختار من هنا ش
شيب، اختار من هنا ان انا عايز اعملها سبتراكت فرونت شيب. ممكن تعلق معاك وبعد كده ممكن ادوس كنترول زي من الكيبورد عشان اعمل اندو، ارجع ورا خطوه هيروح مرجعني بس هيجيب الاختيار، مش عارف مال الفوتوشوب بتاعهم كده دي. فده معناه ان انا لما هرسم حاجه هنا هتحذفها من الشكل بتاعي. اوكي فيلا بينا. طب ماشي، واحد يقول لي طب انا مش شايف حاجه، هقول له استخدم بقى الحركه اللي احنا قلناها ان انت تدوس على الارقام اللي في الكيبورد عشان تقلل الاوباسيتي وتشوف، ونبتدي نرسم على الحتت الفاتحه اللي قصادنا دي. بسم الله. بالنسبه لي في فتره وقت بين كل حته والتانيه انا بصور، لكن انت بالنسبه لك انت شايفني قاعد على مره واحده كده، فانا ممكن تلاقيني بقى بكلمك يعني بقالي كتير ما كلمتكش، مع ان انت بالنسبه لك انا زي الشخص اللي عنده زهايمر، بالنسبه لك كل شويه هعيد لك نفس الكلمه تاني. تفتكروا يوتيوب ممكن يبقى لسه موجود سنه 2050 مثلا؟ هيبقى ليه يعني؟ يعني الفيديو اللي انا بعمله ده ان شاء الله ينزل يعني هو يبقى موجود لحد 2060؟ واو، ده يبقى كأنك زي دلوقتي كده بتشوف درس عن ان انت ازاي تشغل ال VHS، ازاي تشغل شريط الفيديو وتوصل الفيديو في التلفزيون. اوكي خلاص كده عملنا الحتة الفاتحة بإذن الله. في غوامق تاني؟ واحد يقول لي يا كوتش في غوامق تاني، بقول له طبعا في غوامق تاني. تمام، انا جايب أداة البينت تول بتاعتي. يعني بص احيانا لما تبقى مختار شيء حاجة تانية غير الشيب نجيب أداة البينت تول. اوكي هختار من هنا بقى كومباين شيب عشان اي حاجة تانية تحصل هنا، ويلا نرسم الرمادي الغامق اللي في الاذن. في اسود في الودن، احنا محدش قال لي ليه. انا قلت لك في سنة زهايمر هتبقى بالنسبة لك. تمام، اللي بيسمع القناة دلوقتي بيسمع الدخلة بتاعتي اللي هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدخلة دي هي دلوقتي بقت حاجة يعني علامة مسجلة تبع القناة، يعني بقت حاجة كده من حاجات القناة المشهورة، يعني اللي متابع القناة كويس هيبقى بينتظرها في أول فيديو عارفها، تحياتي ليك طبعا. لكن أنا ما كنتش قاصد الموضوع ده. أنا لما كنت ببتدي في تصوير فيديو زمان وأنا طفل عندي 15 سنة فأنا كنت ببدأ كده، دي بداية عفوية يعني عادي مش بداية مقصودة يعني. فلقيت نفسي لما بسمع فيديوهات قديمة كده، لما بقعد أسمع الفيديوهات تاني في النص في 2016 ولا حاجة، لقيت نفسي أنا بقى ما بقولش غير الكلمة دي في الأول من غير مقصد، فخلاص بقى قلت دي تبقى الحاجة كده يعني إيه كده بقى. شفت لما بطلت أعمل فيديوهات بتكلم فيها أنا نسيت الكلام بيبقى إزاي. فكرك تصميماتي بتنزل على انستجرام @يوسف_DUT @يوسف_DUT. انتوا لسه بتسمعوا يوسف TUT على كيفك. اوكي ممكن نضيف شوية شعريات دقن هنا حلوين كده. انا مش بفكر في حاجه غير ان انا بمنتج، انا ازاي افتكر الحاجات دي كلها وانا بشتغل؟ يعني اقول لك شايف التصميمات اللي قصادك على الشاشه دي، انا فاكر دلوقتي انا بسجل، لكن الله اعلم انا بمنتج هفتكرها ولا لا. فانت لما تلاقيه بقى ما عملتهاش تكتبليش تحت في الكومنتات، بلاش رخام اديني اهو بعترف ان انا نسيتها. تمام، بص قللت الاوباسيتي بتاعتها عشان وانا بشتغل اعرف اشوف مشتغلش كده عمياني. هنا هبص شكل عامل زي الكيو ار كود
ما ينفعش يترسم خالص، فانا هعمل بس ايه شكلين كده كأنهم اهلة هلالات يعني، هنا كده واحد تاني يبقى هنا مثلا. هعمل انا كمان اشكال متفرقة يعني عادي، اشمعنى الافكت اعمل اشكال متفرقة كده. المهم ان في كأنه غمقانة هنا، اوكي في هنا حتة كانت عند الحاجة دي. مش عايزين ننسى الحاجات ديت، هي اللي احنا بنرسمها دي في بعض منها إضاءة بعض منها شعر، فايه مش عايزين ايه نسيب حتة تبقى كبيرة أو مهمة يعني. طبعا لأن يعني مثلا نص الحتة اللي احنا الفتحة الجديدة اللي احنا رسمناها ديت هي عبارة عن دقة، ايه الحاجة اللي انت بتحب تقعد تشربها أو تاكلها وانت قاعد تتفرج على درس زي ده؟ في اللي يقولك بجيب قهوتي قبل ما ابتدي. ايه بقى؟ اصلها درس طويل، انت ممكن تكتب في الاخر تلاقي نفسك كاتب 6 كومنتات، لان انا كل شويه هديك اسئله مفاجاه فما تبقاش عامل حسابك عليها وكده، وتقول لي بقى معلش يا مستر ما شو ده اعدادي ده. اوكي في حتة غامقة تانية، في حتة تاني رمادي غامق، لكن ده لو برد مش هسخنه تاني. اوكي في هنا ماشي، اوكي في حتة اهي، بص ديت الحتة دي كلها كده بتحدد الودن اساسا. فدي بالنسبة لنا عبارة عن رسمة الودن اهو بدل اللاين ارت. في حتة غامقة هنا برضو ما قلت ليش عليها. وفي بقى حتة غامقة تاني محدش خالص خد باله منها، الشعر ده دي كده حددت لنا مش بس الشعر، دي كان حددت لنا شكل الرقبة. الرقبة دي سمكها قد ايه، خلصانة امتى الرقبة دي. اوكي gone with the wind. هنا مثلا دي الحتة ديت مفرقة بين الودن والشعر، فنطلعها فوق سنة، النقطة دي بس عايز اطلعها فوق كده تمام. بص لو تلاحظوا ورا الشعر الأسود اللي احنا لسه راسمينه ده في درجة تانية أفتح من الأسود اللي هي يعني الرمادي الرمادي الغامق اللي احنا عمالين نرسم فيه. فأنا برضو ممكن أجي بقى يلا السلام عليكم، انا عايز اسلم عليكم. طيب اعمل ايه؟ انت بالنسبه لكم الدرس لسه شغال، انا خدت بريك. ماشي يا سيدي يلا نكمل. عملنا هنا حته الشعر ديت المره اللي فاتت، بالنسبه لك انت كانت من ثانيه والله العظيم انا عارف. خلاص خلاص يلا بقى نضيف شويه. بص عايزين نضيف هنا شويه شكلها بقى دلوقتي، هنضيف الرمادي الغامق ده اللي هو الرمادي الفاتح يعني اللي هو قبل الأبيض على طول بقى. بس أنا مش هرسم الرمادي الفاتح لأن هو زي ما انتوا شايفين هو كاسي الوش كله والأبيض بس هو جواه، فأنا هرسم الأبيض مش الرمادي الفاتح. شوف يا سيدي هعمل ايه دلوقتي. أنا هسيبك دلوقتي مع شوية مزيكا بقى، احنا هنعمل الحاجات ديت انت عرفتها أصلا، لكن على فكرة راجع تاني في اخر الفيديو يعني اوعى تفكر ان الدرس هنا خلص، انا راجع تاني راجع تاني ان شاء الله.
فهمت يا سيدي انا عملت ايه؟ لونت الحتت اللي باللون الابيض، لان كده كده اصلا الحتت الرمادي هي مجرد كاسيه الوش كله زي ما قلت لك، وفي وسطيهم كانها وفي وسطيهم حتت بيضه. فبدل ما ارسم دوت وبعد كده ارسم دوت، انا رسمت الحتت البيضه ولونت الخلفيه باللون بقى اللي هو الرمادي الفاتح ده. فانت مشاهد عظيم، انت قعدت مع يوسف تي يو تي في درس فيكتور ارت لمده ساعه كامله، وانا يوتيوبر عظيم برضه ان انا عملت الفيديو ده بصراحه، لان انا تقريبا ده اطول درس انا عملته في حياتي تقريبا. انا ما اعرفش، لو حد متابع تاريخ القناه كويس يا ريت يصلح لي لو انا غلطان. وزي ما قلت لكم كده، انتوا ما تعرفوش انا بصور الفيديو ده بقالي كام يوم على فكره. انا اتبسطت معاك الحمد لله، اتمنى كنت كمان اتبسطت. الفيديو ده انا بص بقى، انا مش عايز اقول لك كلام كده، الفيديو ده يتشير فاهم، الفيديو ده لازم يتشير لاي حد عايز يتعلم فيكتور، واي حد مش عايز يتعلم فيكتور اقنعه ان الفيكتور حاجه كويسه فيحب يشوف الفيديو ده. لايك كومنت حلو، انا كده مبسوط جدا، واتمنى تكون انت كمان اتبسطت ان انت اتفرجت على فيديو مدته ساعه الحمد لله، ما عليهوش ولا اعلان خالص. ف كان معاكم يوسف محمد من قناه يوسف تي يو تي. بفكرك تصميماتي بتنزل على انستجرام @yusuftut، اللينك في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف، يعني الصوره ديت هتلاقيها في صندوق الوصف ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا لي انا كمان، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد من هذا النوع من الدروس الدسمه يوما ما. لا ما تستنانيش يعني قوي كده بسرعه كده خالص، انا ممكن ارجع لك ان شاء الله في يناير الجاي بدرس زي ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.